احنا لو انا مثلا جايب معي ابل ومربوطه من هذا المكان وربطتها خلف الباب ودخلت على البيت او دخلت على القاعه هذه، الان الابل تثاؤب اكل اي شيء، حركه الفم عندها مالها مستمر دائما، مع كل حركه للفم هذا الرباط شو راح يصير فيه؟ راح يرتخي. فاذا انا كنت حريص على الابل كل فتره شو بطلع بتفقد وشو بعمل؟ بشد الرباط. اذا غفلت عن الابل ساجد انه هذا الرباط ماله انفك وهربت الابل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القران فانه اشد تفلتا من الابل في عقولها. هذا لسه اشد تفلتا. ليه؟ لانه حفظ القران لا يجتمع عليه النسيان فقط، يجتمع عليه النسيان والشيطان. هذه معلومه على الهامش. نرجع للموضوع. طيب اذا حكينا موضوع الوسائل التعليميه، أهمية وفوائد الوسائل التعليمية، إشراك أكثر من حاسة، تنويع، ذهاب الملل. لازم نركز دائما إنه الوسائل التعليمية راح تعطيني التفاعلية اللي بدي إياها بهذه الصورة اللي إحنا تحدثنا عنها. الآن التجويد عبارة عن مصطلحات. التجويد عبارة عن مصطلحات. قبل ما ادخل لاي موضوع من موضوعات التجويد هو عباره عن مصطلح، ما هو المد وبعدين بدخل، ما هو الاخفاء وبدخل، ما هو الادغام وبعدين والى اخره. طريقه التعامل مع المصطلحات، طريقه شرح المصطلحات، في عندي طريقتين مشهورتين. واحد اسمها الطريقه الاستقرائيه، واحد اسمها الطريقه القياسيه. الطريقه القياسيه هي الطريقه المعهوده المعروفه الموجوده في الكتب. بتلاحظ بالكتاب، معلش اعطيني كتاب المنير بعد اذنك، النسخة اللي معي. يعني هنا الإظهار، هذه الطريقة القياسية. الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد في الحرف المظهر. ثم بعد ذلك تأتي الأمثلة، ببين الحروف ثم الأمثلة ثم باقي المتعلقات. هذه الطريقة القياسية، بمعنى هي تقوم على ماذا؟ على التعريف ثم بعد ذلك الأمثلة. في عند الطريقة القياسية أو الاستقرائية هي عكس ذلك تماما، بمعنى الطريقة الاستقرائية تقوم على ضرب أمثلة ثم يستخرج الطالب منها التعريف. يعني لو أجينا نعرف نقول الطريقة القياسية عرض المفهوم أو المصطلح على الطلبة ثم تتم قراءته من المعلم ومن الطلبة ثم يناقش المعلم الطلبة حول خصائص التعريف وإلى آخره. بينما الطريقة القياسية أو الاستقرائية عكس الطريقة القياسية، حيث يقوم المعلم بعرض الأمثلة المنتمية ثم يكلف الطلبة بتصنيفها في مجموعات، ومن خلال هذه المجموعات يتم تحديد الخصائص ثم صياغة الصيغة المناسبة. خلينا نأخذ مثال، شوفوا لي هذا المثال. الآن بدي أعتبر نفسي بدي أشرح لكم هذا الدرس، عين وراي. من آمن، من آمن من هاد، من هاد المنخنقة، المنخنقة سميع عليم، سميع عليم ومن حيث، ومن حيث من غائبة، من غائبة. لا ممتاز، لا سجلوا المعلومات اللي راح نسأل عنها. ما هي الحروف التي جاءت بعد النون الساكنة والتنوين؟ اكتبوها، اكتبوها، درس، درس هذا، اكتبوها. يلا مين يجاوب؟ ما الحرف الأول الذي جاء في المثال الأول؟ همزة. الحرف الثاني؟ ها. الحرف الثالث؟ حرف الرابع؟ حرف الخامس؟ حرف السادس؟ ممتاز. طيب هل اقتصرت الأمثلة على النون الساكنة فقط أم جاء معها التنوين؟ النون الساكنة والتنوين. هل كانت الأمثلة في كلمة أم في كلمتين؟ في كلمة وفي كلمتين. طيب عندما نقرأ المثال التالي، من آمن، من آمن سميع عليم، سميع عليم، هل كان صوت النون ظاهرا واضحا؟ نعم.
هل كان مدغما؟ لا. هل كان مخفيا؟ لا. إذا كان صوت النون واضحا. هل هاي المعلومات شو عملتوا فيها؟ الأصل سجلت. اكتب صياغة من عندك لتعريف الإظهار، تفضل، من خلال النقاش اللي حكيناه. اكتب صياغة من عندك لتعريف الإظهار. أيوه، ما هو الإظهار؟ شيخنا ما هو الإظهار؟ شيخ عبد الحكيم، اسمعوا اسمعوا شو كتب. هو ليس بإدغام ولا إخفاء ولا إقلال. صح ولا خطأ؟ بس بس خلص خلص، يعطيك العافية، حكينا صح، حكينا صح سيدي، يعطيك العافية. صح ولا خطأ؟ صح. تمام. طيب كمان تعريف. ممكن يجي في كلمة واحدة بعد نون ساكنة أو في كلمتين. هذا هذا مش تعريف، بدنا تعريف. أيوة. الحرف بغير غنة إذا أتى بعد. مين حكى بغير غنة؟ بغير غنة زائدة قصدك. نطق الحرف بينا إذا جاء بعده أحد الحروف التالية. ماشي، أيوة. ويكون في كلمة نطق حرف النون أو التنوين بوضوح إذا جاء بعده أحد الأحرف التالية. خلص، جيد. كمان شيخ محمد. خلص. إظهار صوت النون الساكنة عند النطق بعدها بحرف من حروف الآلة. بس بغير كلمة إظهار لأنه بديش أعرف الإظهار بالإظهار. طيب كمان تفضل. النطق بالنون الساكنة والتنوين ظاهرة عند التقائها بالحروف الحرقية في كلمة وكلمتين. ماشي ماشي ماشي. طيب كمان، أيوة، ما هو الإظهار؟ أيوة، بقدر أقول إنه علمت أنه بعد النون عن الأحرف والإظهار. لا، الآن دخلت في شيء آخر، بدي التعريف الآن. طيب الإظهار، ما هو الإظهار؟ أيوة، هو الإظهار الكامل للنون، ما خرج منها صوت، هو توضيح بلاش أو بيان صوت، بلاش نحكي إظهار. طيب كمان، ما هو الإظهار؟ أيوة، بيان صوت النون عند حروف الحلق. لأنه ليش رح يصير نقاش؟ ما هي، من أين تخرج هذه الحروف؟ هذا برضو نقاش واضح. إذن هو مبني على عكس الطريقة الأولى. الطريقة الأولى بيكون التعريف موجود ثم بعد ذلك الأمثلة وبصير نقاش حولها، الاستخراج عناصر التعريف. لكن هنا الطالب نفسه هو اللي بيستنتج التعريف والعناصر والدرس من خلال ماذا؟ من خلال تلاوة الأمثلة والنقاش حول الأمثلة. هذه بسموها الطريقة الاستقرائية. طيب خلينا نعمل بعض التمارين عليها. أريد من كل مجموعة تجهز درسا، كل مجموعة تجهز درسا بالطريقة الاستقرائية. أحكام تجويد فقط. أول شيء بدي أضع تصور للدرس. الآن بدي أشرح مثلا درس الإدغام. هاي تعريف الإدغام، هاي تعريف الإدغام. بدي أقسمه لعناصر، بناء على العناصر بدي أضع أمثلة. بناء على العناصر بدي أضع أمثلة. هذه الأمثلة بدي أخلي الطالب يستكشف بعد ذلك هذه العناصر. يعني أنا المطبخ هنا، المطبخ الرئيسي المعلم. المعلم لازم يكون عنده التعريف والدرس، مقسمه العناصر. الآن شو بدي أقدم للطالب؟ الأمثلة. أنا بدي الأمثلة التي تدل على العناصر، لكن أنا بعلمكم كيف تحضروا الدرس. تفضلوا بسم الله. أي درس بدكم إياه في التجويد؟ أوكي ماشي. طب خلينا نسمع النقاش. زي النقاش في الدرس الماضي، النقاش مهم جدا. يعني نشوف شو العرض. الآن بده يطلع الأخ أو كل مجموعة بدها تطلع تشرح لنا الدرس اللي كتبته بالطريقة الاستقرائية. وشو بيطلع معانا نقاش؟ بنشوف شو الله بيرزقنا نقاش إن شاء الله. تفضلوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا؟ أريد أسمع بالضبط. أحسنتي. كتاب، كتاب. من يلفظ لي هذه الكلمة؟ لا لا، ما يصير ترفعوا ايدكم. الشيخ قال ما يتكلم إلا واحد يرفع ايده. تفضلي. واقو، ممتاز. قرأتها صح؟ قرأتها صح يا دكتور؟ ها؟ قرأتها صح؟ ما هذه الكلمة؟ غيرك إن شاء الله. تفضلي أنت. نعم. حج. حج. معلش، نقطة نظام يا دكتور، هيني موجود هون. أيوه. نقطة نظام، في خطأ. وهو؟ ما هو بدي أسأل، في خطأ الآن. أنا كمتعلم عم تطلب مني أطبق شيء لسه ما تعلمته. مطلوب مني الآن أنت كمعلم بدك تسمعني الصوت الصح وأنا ألاحظه وأنسأل عليه سؤال. بمعنى
المطلوب منك كمعلم تقول لي كتاب، ماذا لاحظتم في حرف الباء؟ كيف كان صوته؟ هل هو كقولنا الناس مثلا؟ هل أنت لما تسأل الطالب اقرأ لي هذه، كلهم علماء تجويد هون، لكن طلبة مبتدئين أول مرة بيعرفوا كيف يقرأ واق زي ما قرأت أختنا خديجة. ولذلك أنا أخذنا بطريقة الاستقراء من خلال الطالب نفسه، فإحنا نريد أن نستنطق الطالب في لفظ فإن كان هنالك خطأ فالطريقة الطريقة الاستقرائية أول خطوة فيها سجلوها عندكم أن يقوم المعلم بقراءة الأمثلة ويطبق الطلبة وبناء على القراءة والتطبيق يكون الملاحظة والسؤال. أوكي سيدنا جزاك الله خير. يلا واضح واضح يا جماعة. أول نقطة صلوا على رسول الله. واضح النقطة؟ احنا بنتكلم مع طالب خام، نتكلم مع طالب خام. مين منربد هون؟ شو معنى خام؟ خام خام لا لا خام يعني لسه صفحة بيضاء. واضح. هذا الطالب كيف بده يعرف التطبيق الصح؟ من وين يطلع لك 20 طالب زي أختنا خديجة تقول لك واقوى خلص لف الورقة وروح إذا قرأت لك إياها زي هيك، صح ولا لا؟ طيب يلا المجموعة الثانية تفضلوا. بسم الله. عندنا مجموعة أمثلة، سأقرأ أول الكلمات وأريد من الجميع ملاحظة متى تتغير حركة همزة الوصل. ملاحظة برضو نقطة نظام، هل من المهم أن أعلم الطلبة بعنوان الدرس اليوم؟ ليش لا؟ لا هو حيستقرأ المعلومات، بس أنا بدي أركز ذهنه نحو اتجاه معين. درسنا اليوم حول أنواع المشمش مثلا. تفضلي. أول مثال البيت. خليكم مع الأخت. المثال الثاني، هل ممكن تعيدوا ورائي؟ البيت. ما هي حركة همزة الوصل في البيت؟ البيت هذه ماذا؟ هذه أي حركة؟ نعم مفتوحة. لا تسألي طيب. مجموعتك. الشمس. الشمس مفتوحة. نعم. الله مفتوحة. طيب هذه التقى. طيب لماذا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذا فعل التقى. أعيد ورائي. التقى. هذا اسم أم فعل؟ متأكدين؟ يعني إذا فعل أبدأ إي إلى الآن. طيب وهذه؟ هذا اسم أم فعل هذا؟ طيب من يقول لي كيف أقرأه؟ فاضل. طب أنتوا الآن قلتوا لي أن إذا كان فعل أقول إي، المفروض إخرج. طيب طيب معلش أنا مضطر أنقذ الطلبة من هذا الموقف. حط الموقف. شو الخطأ؟ أو شو اللي يعني الملاحظة؟ بلاش نحكي الخطأ، شو الملاحظة؟ بسأل سؤال. الطالب بالأصل بيعرف مفهوم همزة الوصل؟ وبالتالي شو الخطوة اللي قبل هذا؟ بدي أفرق له بين همزة الوصل وهمزة القطع. هيك افترضته. ممتاز. طيب الآن أنتوا عن حركة الابتداء بهمزة الوصل، هما شو عملوا؟ بدأوا أول شيء يعني دخلوا أكثر من مفهوم في، ولسه ما عززنا المفهوم الرئيس. أنت بدك تعززي ماذا؟ بدك تعززي، شرحتي له ما همزة الوصل، بدك تعززي له ما حركة كيف أبدأ بهمزة الوصل. تمام. أول شيء بثبت معلومة معلومة، بأخذ هذا أكثر من مهارة، بأخذ الأسماء لوحدها أو بأخذ البدء بالفتح لوحده، بنتهي منه بعرفه بحط قواعده بقلب الصفحة بنتقل لدرس آخر. أما هنا أنت قلتوا اسم، طب ليش هنا الفعل اختلف؟ دخلت الطلبة في متاهة لسه عم بتعلموا. الآن لو قلت للطلبة ماذا تلاحظون، هذا فعل أم اسم؟
بدي أتأكد هل الطالب يفرق بين الفعل والاسم، بيكون عندي مجموعة مهارات مبنية على هذا. ولذلك الله يرضى عليكم في شيء اسمه التعليم القبلي، المعلومة القبلية. قبل ما أبدأ بتعليم مهارة لابد أن أتأكد هل المهارة التي تبنى عليها موجودة ولا غير موجودة. سألناكم عرفوا همزة القطع من همزة الوصل؟ قلتوا نعم. طب بيعرف الاسم من الفعل من الحرف؟ بيعرف الماضي من المضارع؟ من هذا كله لازم أسأله قبل ما أدخل وين؟ في عالم الدرس. إذا الطالب ما بيعرفه بدي أبني عليه أمثلة وعرفه إياه. إذا الموضوع بدي أخذه مهارات، ولذلك قلنا لابد من تقسيم الدرس إلى مهارات، وكل درس له تمارين. أول شيء ببدأ بالمفتوحة أو بهمزة الوصل إذا جاءت مع الاسم. بعدين بخلي الطلبة يكتبوا القاعدة بثبتوها، بنتقل لموضوع التقى وأخرج وإلى آخره. تتقسم هذه لأكثر من مهارة. بعد ما ثبت الخطوة بنتقل للخطوة اللي بعدها، لأنه هيك الطالب دخل بالحيط. تمام؟ أخذنا أول معلومة من هنا إنه لازم نقرأ. ثاني شيء الدرس مش شرط يكون كله بأمثلة، بتقسم لعدة مهارات، وبتتأكد في تعليم قبلي لازم ولا ما في تعليم قبلي لازم. تفضل شيخ، هاي المايك معك. ركزوا مع الشاب الله يرضى عليكم. موضوع درس اليوم إن شاء الله عز وجل النطق الصحيح للام المشددة في لفظ الجلالة الله. هل ننطقها اللام مرققة ولا الله مفخمة؟ هنبدأ إن شاء الله نقرأ الأمثلة سويا. إن الله، إن الله، عيد ورا عيد ورا، إن الله، هو الله، هو الله، ناقة الله، نار الله. نكمل قراءة ونشوف الاختلاف في الصوت. بسم الله، بسم الله، أفي الله، ها فكر بقى كده سويا، لماذا جاءت اللام هنا مرققة وهنا مفخمة؟ نقطة نظام، نقطة نظام، نقطة نظام. تفضل يحكي لنا يلا. ايش هو؟ مش الترقيق وايش التفخيم؟ الطالب بيعرف مصطلح الترقيق والتفخيم؟ بدي اتاكد. اذا كان مثل ما قالوا اخواتنا هنا حكولنا والله اعطينا الفرق بين همزه القطع والوصل، بدي اتاكد. ماذا كان الصوت هنا وماذا كان ما الفرق بين الصوتين؟ هاي المعلومه مش لازم احكيها انا، هاي المعلومه بدي احكيها الطالب. اذا الطالب بيعرفها صلى الله وبارك، ما بيعرفها بدي ابني عليها وعلمه اياها في الطريقه الاستقرائيه او حتى القياسيه. ما بدي اعطي الطالب معلومه، الطالب شو بده؟ هو اللي يجيبها، هو يكتشفها حتى المعلومه تترسخ هنا في الفهم، ما تترسخ هنا بالذاكره. جزاك الله خير. طيب ما هذه ناقة الله لكم آية في موضع آخر. طيب تفضلوا. بسم الله. واضح الملاحظات أخواتنا؟ واضح إخواني مشايخنا؟ تفضل يا أختي، تفضلي تفضلي. يلا ركزوا مع الجماعة هنا. كنا قرأنا القرآن وشفنا حرف ميم فوق بعض الكلمات، صحيح؟ من يتذكر أنه رأى حرف الميم فوق بعض الكلمات في المصحف يرفع يده. أوكي. فالآن سنمر عن هذه الأمثلة. العلماء التجويد لهم مصطلح ليعرف هذه الظاهرة، وسنقرأ الأمثلة ونعرف متى ننطق، كيف ننطق هذا الحرف. المثال الأول: من بعد، من بعد، اقرأوا من بعد، من بعد. مثال الثاني: تفاعلوا مع الله، بعث لكم حدا يتفاعل معكم يا جماعة الخير، تفاعلوا مع الأخت. عندي اعتراض. لا لحظة شوي، دقيقة، طول بالك، لسه خطأ من الأول، لسه بتقول يا هادي سيدنا. أنبئهم،
أنبتت. من بين. من بخل. من صحيح أنتم صح. من بخل. أنبياء. ماشي اللي بعدها يلا. نعم. خلص. ما الشيء المشترك في هذه الأمثلة؟ ما لاحظتم؟ ما الفرق؟ عليها ميم صغيرة. في النطق لاحظتوا نطقت الحرف بشكل مختلف؟ ماذا حدث للحرف؟ لا حرف. أي قالت لك لم ننطق بالنون. نعم لم ننطق بالنون. ماذا نطقنا؟ ماذا نطقنا؟ ميم. هذه الظاهرة تسمى ما يعرف من يعرف اسم المصطلح؟ لحظة نقطة نظام. تفضل دكتور. الكلمة الأولى اللي قالتها لاحظت في بعض القرآن أنه فوق بعض الكلمات ميم. يجب أن نفرق ما بين الميم التي هي وقف لازم وبين الميم التي هي ولذلك الميم هنا هي الحكم ولا مصطلح ضبط جاء بعد ذلك؟ افرض أنه أنا وجدت مصحف ناسين يحطوا فيه ميم، ضاع مني الحكم؟ هذا بعلمه بعدين. هذه مهارة بعلمها بعدين. هذا واحد. اثنين، ممتاز جدا التدرج، لكن قبل ما تقولي السؤال الحكتي ماذا تسمى هذه الظاهرة؟ ما الحرف الذي جاء بعد الميم؟ ما جبنا سيرته حتى تقلب النون إلى ميم. ما الحرف الذي جعلها تقلب؟ بعدين بدخل في الأمر الآخر، لكن مصطلح الضبط بعلمه بعدين في مهارة مختلفة. الله يجزيك. طيب، يفترض إنه الطالبات الآن يعرفوا الحروف ويعرفوا الحركات. طيب، فبطلب منكم تعيد ورايا هذه الأمثلة. خلق. خالق. علم. عالم. حفظ. حفيظ. سمع. سميع. يقول. يقول. يفعل. يفعل. طيب، لاحظوا العمود الأول هل يختلف في النطق عن العمود الثاني؟ نعم. طيب، الحروف في العمود الأول نقطة نظام. نعم. كلمة عامة يختلف في النطق؟ لا. نعم، يختلف في النطق كلمة عامة، ولذلك يجب في التعليم الاستقرائي بهذا الشكل الأمثلة اللي بدي إياها أضع تحتها خط. عطينا دائرة. أضع تحتها وأقول الحرف الذي تحته خط. نعم. أو عليه دائرة. نعم. هل يختلف بالنطق بين هذا وبين هذا؟ لما بدي أتوه الطالب، صحيح أني بدي يستنتج بس ما بدي يتوه، ما بدي يضيع. ماذا ترون، ماذا تلاحظون في لفظ الحرف الذي تحته خط؟ إذن لابد أني أعين مهارة جديدة نكتشفها في التعليم الاستقرائي، في الطريقة الاستقرائية لابد أن أحدد المكان اللي بدي أسأل عنه. طب سؤال، حط ما حكت حتى الدوائر، لكن إيش إفادة الدائر طالما أنه لما سألت سؤال ماذا تلاحظون بالنطق بين هذا وهذا، أنا ممكن أجي أحكي. لا، ما سألتهم ماذا تلاحظون، هل في فرق؟ هل يوجد اختلاف بالنطق؟ نعم، بالنطق. طب أنا ممكن أجي أجاوب السؤال بالطريقة اللي ما بدلك على بديك إياه. ماذا تلاحظون أو ما الفرق في النطق بين ما تحته خط أو عليه دائرة، حتى أوجه الطالب للمكان اللي بدي إياه. واضح؟ طيب، خلص، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إحنا بس حتى لو أخذنا من كل مثال فكرة مش غلط. طيب، بضع في المكان اللي بدي أسأل عليه. يعني مثلا إذا في الدرس هذا، لا في الدرس هذا شو بقول؟ خليكم معي، بحط هنا خط وهنا خط. هذه المنطقة اللي بدي ألاحظ الفرق فيها، هنا خط وهنا خط. هذه المنطقة اللي بدي ألاحظ الفرق فيها، وين ما في ملاحظة بدي أعطيها أنا. يلا يا أخت علا بسرعة، الله يرضى عليك. هي جاية تشرح كلمة يلاحظ، الأصل مش أنت تحكيها، بعدين لسه بدري عليها. هذا واحد. اثنين، ما بحط الدرس كامل، احنا قلنا بدنا نقسم الدروس لمهارات. يعني تخيل لما بدي احكي عن الادغام
الإدغام. أول شيء بشرح معنى الإدغام بتمارين، بس أثبت تعريفه، برجع بعمل تمارين أخرى على الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، بس أثبته، برجع بعطي الطالب مهارة إنه في كلمة ولا كلمتين بدي أقسم. أما ما أكتب ما تعرف عن الإسلام كله بورقة واحدة. ملاحظة الثالثة وهي الأهم استفدناها من اللي صار مع أختنا، المعلم يجب أن يكون متدرباً متقناً للأمثلة، يجب أن يكون متدرباً متقناً للأمثلة. طيب آخر مجموعة ضلت عندكم شيء؟ تفضل. ما الحرف الذي جاء بعد التنوين بمعنى الله يجزيك الخير؟ بدي أمشي مع الطالب خطوة خطوة، بديش أعطي الطالب نتيجة أنا، وإلا شو بعمل؟ لا، إذا أنا هاي الطريقة بتتعبني بلجأ لهذه الطريقة، وصلى الله وبارك. طيب الآن هذه الطريقة ممكن أستخدمها كتا، لكن بقدر أفعلها برضو بطريقة أخرى. يعني مثلا ذكرنا التعريف، هو قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الإخفاء والغنة. طيب بماذا أو ما الحرف الذي يختص به حكم الإقلاب؟ النون الساكنة. طيب هل يأتي الإقلاب مع التنوين أم فقط مع النون؟ مثلا ما الحرف الذي يجب أن يأتي بعدهما؟ ماذا يقلب؟ يقلب ميما. ما العلاقة بين الميم وبين النون وبين الباء؟ إذن أنا بقدر ماذا تلاحظ في الأمثلة المذكورة؟ بالمثال الأول ماذا تلاحظ؟ بالمثال الثاني؟ حتى لو استخدمت هذه الطريقة بإمكاني، لاحظوا حتى الطريقة القياسية، بإمكان المعلم أنه إما أن يجعل الحصة هكذا أو يجعل الحصة هكذا. حتى بالطريقة القياسية بإمكاني أعمل العصف الذهني والحوار، لكن يفضل أن أتدرب على الطريقة الاستقرائية، يفضل حتى أكون أكثر فائدة وأكثر فاعلية وأكثر أثر في الطالب وتفهيما للطالب، لكن بدها أني أتدرج معه بشكل مناسب. طيب حتى برضو نختم إن شاء الله سريعا، تفضلي أو خليل الأخير بعد إذنك، خليل الأخير. طيب طريقة أخرى للتدريس، طريقة العصف الذهني، ما حوقف عندها، استخدمناها كثير، استخدمناها لجمع الأفكار، استخدمناها لتوليد الأفكار، استخدمناها لتلخيص الدروس، استخدمناها لافتتاح الدروس، استخدمناها من خلال الرسم، واستخدمناها من خلال الصور، واستخدمناها من خلال الفقرة اللي وضعناها هنا واستنتجنا حولها، استخدمناها بشكل كبير. وبالتالي طريقة العصف الذهني تجمع أكبر قدر من الأفكار، وسيلة لتبادل الخبرات، لكن بدها أن لا أحجر على الأفكار، أن لا أحجر على الأفكار. طيب مجموعات العمل برضو استخدمناها، تقوي روح الفريق، تساعد الطلبة على التعبير عن آرائهم، تشارك أكبر مجموعة من الطلبة في الحوار. آخر نقطة وهي اللعب من خلال مجموعة من الألعاب. خلينا نستخدم الأسلوبين مع بعض، اللعب مع المجموعات في آخر تمرين. معكم مصاحف، كل مجموعة تفتح مصحف من خلال الهاتف على سورة عمة أو من خلال مصحف عادي، افتحونا على سورة عمة. خلال دقيقة أريد من كل مجموعة من خلال سورة عمة أن تستخرج كم، بديش أمثلة، كم ورد حكم الإظهار في سورة عمة. بدأ العد، إظهار النون. طيب كم واحدة؟ واحدة ستة اثنين. مين طلع أكثر من ستة؟ سبعة. مين أكثر من سبعة؟ ثمانية. مين أكثر من ثمانية؟ ما تعدوا الآن. مين أكثر من ثمانية؟ مين أكثر من ثمانية؟ مين يزود؟ طيب تفوز المجموعة بجائزة السؤال. تفضل زقفوا لهم. هذا مثال بسيط. ممكن أستخدم المجموعات من خلال مسابقة، أكون مجهز أنا ورقة عمل فيها تلخيص للدرس أو افتتاح للدرس الآخر. خليكم معي، المهم أنه يكون في حركة في داخل الحصة.
هذا باختصار ما أحببنا أن احنا نقوله في تفعيل تدريس التجويد. خلاصته أنه تدريس رسالة، هذه الرسالة بحاجة إلى أن نراقب الله سبحانه وتعالى ونسعى دائما نحو التطوير ونسعى دائما نحو التقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، سامحونا على التقصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.